بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ضمن لقاءات الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى، مسجد الحمد بالقاهرة الجديدة. هذا الأسبوع الذي يحمل عنوان الأسرة صمام أمان المجتمع، وحسناً فعلت وتفعل وزارة الأوقاف في اختيار هذه الموضوعات التي تمس المجتمع والفرد بصورة مباشرة. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك متحدثاً فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد صالح، عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، ومعنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ومبتهلاً المبتهل الشيخ إسلام السرساوي، ومعكم من إذاعة القرآن الكريم محمد جمعة. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف الدكتور محمد قرني، مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، الشيخ عبد الله حسان محمد، والشيخ وائل أحمد أحمد من مفتش الإدارة. ونتوجه بالشكر إلى إمام هذا البيت العامر فضيلة الشيخ عبد الله درويش. الحضور الكرام، إن الأسرة لبنة مهمة في بناء المجتمع، ولبنة مهمة في استقرار وقوة هذا المجتمع. لذلك اعتنى الإسلام أيما عناية بالأسرة، بداية من مراحل تكوين هذه الأسرة. فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع للأسرة أسساً تقوم عليها حتى تقوى هذه الأسرة، وحتى تصبح هذه الأسرة مؤثرة ونافعة في المجتمع بصفة عامة. تبدأ هذه الأسس التي وضعها ديننا لبناء أسرة قوية متماسكة مترابطة، بداية من اختيار الزوجة التي ستكون أماً في المستقبل لأبناء تقوم على رعايتهم. فحسن اختيار الأم أو حسن اختيار الزوجة في بداية تكوين الأسرة يترتب عليه صلاح وحسن تربية الأبناء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عند اختيار الزوجة: فاظفر بذات الدين تربت يداك، في الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. وأيضاً وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن اختيار الزوج الذي هو الوالد والأب الذي سيكون الراعي الأول للأسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واهتم ديننا بالأبناء وأوجب لهم حقوقا، وحق الأبناء على الآباء إنما هو جزء أو حلقة من سلسلة حقوق في ديننا الحنيف، تبدأ بحق الله على العباد، وحق العباد على الله، وحق الزوج على الزوجة، وحق الزوجة على الزوج، وحق الأبناء على الآباء، وحق الآباء على الأبناء. فاهتم الإسلام بتنشئة ورعاية الأبناء حتى يصبح الأبناء بعد ذلك نافعين لمجتمعهم،
حتى يقوى المجتمع بهؤلاء الأبناء. لذلك جعل الله عز وجل البنون والأبناء زينة للحياة الدنيا، فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكان من دعاء الصالحين عباد الرحمن في كتاب الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. Yeah.
الأمر يومئذ لله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مس غبت يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة أو مسكين.
الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله حديثا. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ضمن الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الحمد بالقاهرة الجديدة، برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان حق الأبناء. كما أوجب الحق سبحانه وتعالى حقاً للآباء على الأبناء، فأوجب أيضاً حقاً للأبناء على الآباء. فهذه الحقوق هي علاقة متبادلة بين الأبناء والآباء. لما جاء ولد يشكو إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوق أبيه، أو يشكو الوالد عقوق الابن، فجاء الابن بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أليس للابن حق على أبيه؟ قال: نعم. قال: أليس من حقه أن يختار له أمًا صالحة، وأن يختار له اسمًا حسنًا، وأن يعلمه شيئًا من كتاب الله عز وجل؟ قال: نعم. قال الابن لعمر رضي الله عنه: فإنه لم يحسن اختيار أمي، فإنها كانت زنجية لرجل مجوسي، وسماني جعلاً أو جعرانا، ولم يعلمني شيئاً من كتاب الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه للرجل: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. فهذه علاقة متبادلة بين الأبناء والآباء. وإن الآباء إذا قاموا على تربية وتنشئة وصلاح أبنائهم، فإن ذلك مما يعود عليهم في حياتهم وبعد مماتهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والآن نستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. أرسله ربه على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص التحية والتقدير لصاحب المعالي وزير الأوقاف على هذه الجهود الدعوية المباركة والمكثفة المركزة المنتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية. جعل الله ذلك في ميزان حسنات معاليه وكل القائمين على هذه الجهود وتنفيذها في كل مكان. كما أتوجه لمعاليه بالشكر الجزيل على أن شرفني بهذه الدعوة الكريمة لأكون بين هذه الوجوه النيرة المباركة في هذا المحفل العظيم الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، ونذكر بإذن الله تعالى عند الله عز وجل فيما عنده، تحقيقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم وغيره: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. كما أشكر فضيلة الدكتور محمد قرني مدير الإدارة، وفضيلة الدكتور عبد الله درويش إمام المسجد، والسادة الأفاضل مفتشي إدارة القاهرة الجديدة على حفاوة الاستقبال وعلى حسن الترتيب وعلى أن يخرج اللقاء بهذه الصورة المشرفة. جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع. أيها الأحبة، إن القضية التي نتكلم فيها الآن قضية كل ساعة وكل زمان، إذ إنها هي الأساس الأول في صلاح أي مجتمع. قضية حقوق الأبناء على الآباء، يعني قضية التربية الصحيحة، يعني قضية التنشئة السليمة للنشأ الجديد، هي اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع سوي، أي مجتمع قوي. لابد أن يبدأ من أن يفي الآباء بحقوق أبنائهم في التربية السليمة حتى يعرف هؤلاء الأبناء ما عليهم نحو الله ونحو الناس ونحو مجتمعهم ووطنهم. ومن هنا يخرج المجتمع قويا سليما، لأن مجتمعا بلا نشأ سليم مجتمع ضائع، ولأن مجتمعا بلا شباب واع فاهم ما له وما عليه مجتمع لا يرجى له خير. ومن هنا كانت مسؤولية التربية في الإسلام هي أعظم المسؤوليات، وكما سمعنا من مذيعنا الفاضل الفصيح البليغ بارك الله فيه هذا المثال الحي المعبر، لما ذهب رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ولده، قال له: يا أمير المؤمنين، ابني يعقني، يتطاول علي، يرفع صوته علي، انتصف لي منه يا أمير المؤمنين. وأرسل أمير المؤمنين في طلب هذا الولد العاق، وجاء هذا الولد الشاب العاق مثل بين يدي أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنين في غلظة: لماذا تعق أباك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أليس للولد منا على والده حقوق كما للوالد على ولده حقوق؟ قال: بلى بلى، إن للولد على والده حقوقا كما أن للوالد على ولده حقوقا. قال: فما حق أحدنا على والده؟ قال: ثلاثة أشياء: أن يختار له الأمة الصالحة،
وأن يسميه اسما حسنا، وأن يعلمه القرآن الكريم. قال: فإن أبي لم يفعل معي واحدة من الثلاثة، أما أمي فكانت مجوسية، وقد سماني جعلا أو جعرانا، ولم يعلمني حرفا من كتاب الله تعالى. فالتفت سيدنا عمر رضي الله عنه إلى ذلك الأب الشاكي وعلاه بالدرة الجلدة التي كان يؤدب بها العصاة والمخطئين، وقال له: اذهب أيها الرجل، لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. إذن أيها الأحبة، واجب تربية الأبناء وحقوق الأبناء هو الصياغة الصحيحة لبناء المجتمع السليم، هو الطريق الأمثل لبناء المجتمع السليم. حقوق الأبناء على الآباء أولها أن تختار له الأمة الصالحة. والرجل العربي قديما قال لأبنائه ذلك، يروى الكلام ده لأبي الأسود الدؤلي ويروى لغيره، قال لبنيه: أحسنت إليكم في حياتكم وقبل أن تولدوا. فقالوا له: نعرف إحسانك إلينا في حياتنا، أطعمتنا وكسوتنا وغذوتنا وكذا وكذا، كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات أما صالحة لا تعيرون بها. وأنشد شاعرهم: فأول إحساني إليكم تخيري لما جدت الأعراق باد عفافها. فهذا واجب مقدس، أنت لا تختار امرأة تقضي معها بعض الوقت، وإنما أنت تختار مدرسة تخرج للمجتمع نشأه الجديد. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذن هذا أول واجب، أن تختار لبنيك الأمة الصالحة التي تقوم على تربيتهم وإعدادهم إعدادا صالحا. الواجب الثاني أن تسميه اسما حسنا، وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بقضية التسمية اهتماما بالغا، حتى إنه كان يغير كثيرا من أسماء أصحابه. كان رسول الله لا يتطير ولا يتشائم، لكن كان يعجبه الفأل الحسن والاسم الحسن. ولما جاءه وفد قريش في صلح الحديبية سأل: من رئيس الوفد المفاوض؟ قالوا: سهيل بن عمرو. فقال: سهل أمركم. يتيمن بالاسم، ولكل مسمى من اسمه نصيب كما قالت العرب. فإذا سميت ابنك مثلا سعيدا إن شاء الله يكون له حظ من السعادة، إذا سميته مثلا فضل يكون له حظ من الفضل، وهكذا. فالعرب كانوا يتخيرون الأسماء الحسنة لأبنائهم، وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أسماء أصحابه من أسماء سيئة: عبد العزة وعبد الكعبة وعبد مناف وحرب ومرة. يمكن حضراتكم جميعا تعلمون أن الحسن والحسين كان اسمهما حرب ومرة، فقال: لا، بل سميهما الحسن والحسين، تفاؤلا وتيمنا بالاسم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذه من موافقاته العجيبة، لما جاءه رجل قال له، دخل على سيدنا عمر قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي شهاب. قال: من أي؟ من شهاب ابن من؟ قال: ابن من ذات لظى. من أي أحيائها؟ قال: من ذات الحرة. شهاب ولظى وحرة. قال له: أدرك أهلك فقد احترقوا. فذهب الرجل إلى أهله فإذا حريق ضخم شب في منطقتهم فأحرقها. فالأسماء دلالة على المسميات، ولكل مسمى من اسمه نصيب كما قال. إذا تتخير الاسم الحسن، اسم له فضل وله منزلة، والأسماء ما حمد منها وما عبد وما كان مذكورا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه أسماء لها فضل عظيم. اسمك هذا سوف يذكر به، اسم الولد يذكر به إلى يوم القيامة.
إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم، فأحسنوا أسماءكم، أحسنوا أسماءكم، هذا واجب شرعي. ثالثا أن يعلمه القرآن الكريم. بالله عليك يا أخي، من اليوم يفعل هذا الواجب إلا فيما رحم ربي والحمد لله الخير في أمة رسول الله إلى يوم القيامة؟ لكن عدد كبير من الناس يغفل عن هذا الواجب المقدس. لا بد أن تعلم ولدك كتاب الله، ولا بد أن تربط ولدك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تعوده المساجد، وأن تعلمه صلاة الجماعة. وإذا أعطيته القرآن أو علمته القرآن أعطاه القرآن كل شيء. إذا أعطيت ولدك القرآن، من أراد الدنيا، وإن لم يصح الحديث لكن المعنى صحيح، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أقيم وأعظم هدية تمنحها لولدك أن تمنحه كتاب الله، وتعلمه كتاب الله، وإذا علمته كتاب الله علمه كتاب الله كل شيء، وهداه كتاب الله لكل شيء، لأن القرآن ليس كتابا مجردا، بل القرآن منهج حياة، القرآن روح. انظروا إلى هذا الوصف الإلهي للقرآن الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي من تشاء، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إذن هو روح، والروح هو سبب الحياة، وهو مصدر الحياة. هكذا هو القرآن الكريم. ثم أيها الأحبة، علموا أبناءكم مكارم الأخلاق. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، أو من خلق حسن. نحل يعني أعطى، ما أعطى والد ولده أفضل من خلق حسن. علمه الصدق، علمه الشجاعة في الحق، علمه الأمانة، علمه الوفاء بالعهد، علمه احترام الكبير، علمه صلة الرحم، وأن أقاربه لهم حقوق واجبة الأداء عليه. هذه كلها ثمرات ستجنيها أنت في الدنيا قبل الآخرة، ستجنيها صلة، وتجنيها برًا، وتجنيها سعة في الرزق، وتجنيها بركة في المال، وبركة في علاقتك بأبنائك وأهلك. علموا أولادكم مكارم الأخلاق، ألا يتطاولوا على كبارهم، وأن يحفظوا عهودهم، وأن يحسنوا جوارهم، وأن يصلوا أرحامهم، وأن يكونوا نافعين لبلادهم وأوطانهم، خدم لمجتمعاتهم، رافعين راية هذا الدين العظيم. أكرموا أولادكم وأحسنوا أخلاقهم. إذن الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحميدة، هي الصيانة، هي السياج المنيع الذي يحول بينهم وبين الهلاك والضياع. الأخلاق أيها الأحبة، إذا علمت ولدك مكارم الأخلاق كان زخرا لك في الدنيا، وكان أجرا لك عند ربك يوم القيامة. علموا أولادكم مكارم الأخلاق، علموهم بالقدوة الحسنة، لا تعلمه بالقول فقط، لا تقل له إن الصدق فضيلة وأنت تكذب أمامه، لا تقل له إن الأمانة واجبة وأنت تخون الأمانة، لا تقل له إن الوفاء بالعهد من واجبات الإسلام وأنت تنقض العهود أمامه. كونوا قدوة صالحة، لأنه كما قالوا في أصول التربية: متى يستقيم الظل والعود أعوج. أخي الحبيب، ابنك مشروع أنت تعده، مشروع أنت تبنيه. إذا أحسنت هذا البناء جنيت ثمراته الحلوة في الدنيا والآخرة، وإذا أهملت هذا البناء وفشل هذا المشروع بؤت والعياذ بالله بخسران الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا، اللهم احفظهم يا ربنا، واسترهم بسترك الجميل الذي سترت به نفسك، فلا عين تراك ولا أذن تسمعك. واحفظهم يا ربنا بحق قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم جميعا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء، والذي يأتي تحت عنوان حق الأبناء. من حق الأبناء على الآباء مراقبة تصرفاتهم وسلوكهم وتوجيههم أولاً بأول. من حق الأبناء على الآباء أن يحترموا عقولهم، وأن يقدروا أفكارهم، وأن يناقشوهم في آرائهم. هذا خلق تعلمناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جلس عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجر أو شجرة كلها خير، مثلها مثل المؤمن. فوقع الناس في شجر البوادي، وعبد الله بن عمر غلام صغير يجلس مع هؤلاء الأشياخ، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة، ولكنه لم يتحدث. فلما خرج مع أبيه قال لأبيه: لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تتحدث؟ قال: استحييت أن أتحدث ويجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وكبار الصحابة. فقدر عمر رضي الله عنه فكر ولده، بل واستحسنه، وقال عمر: لو قلتها ما سرني أن لي بها حمر النعم. وذلكم الشاب الذي جاء يريد الزنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم احترم عقله وفكره، وناقشه صلى الله عليه وسلم حتى أقنعه بالحجة والبرهان. وهذا ديننا، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن اختيار الزوجة وحسن اختيار الزوج، وتعليم الابن شيئاً من القرآن، اهتم أيضاً بالصحة البدنية للأبناء. فعمر رضي الله عنه قال: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وهي رياضات تواكب العصر الذي كانوا يعيشون فيه. فأي رياضة تقوي صحة أبدان الأبناء، الآباء أيضاً من حقوق الأبناء على أبنائهم، من حقوق الأبناء على آبائهم أن يعلموهم شيئاً من الرياضة لتقوى صحتهم وأبدانهم. الآن تنتقل الكلمة إلى الدكتور محمد صالح، عضو هيئة تدريس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأقدم أزكى الشكر وأعوده إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه اللقاءات المثمرة التي أسأل الله عز وجل أن تثقل موازين القائمين عليها كثيرا. وبعد، تربية الأبناء، حقوق الأبناء على الآباء موضوع واسع شامل بسعة الإسلام، لأن الإسلام تعامل مع حقوق الأبناء على آبائهم وأمهاتهم معاملة مختلفة. كل القوانين تتعامل مع حقوق الأبناء بقوانين صارمة، لكن الإسلام جمع بين القوانين الصارمة وبين الحث والحض على حسن تربية الأبناء وإعطائهم حقوقهم. فتربية الأبناء عبادة، حينما يحسن المرء تربية أبنائه
فهو في محراب من محاريب العبادة. تربية الأبناء كالصلاة وكالصيام وكسائر العبادات، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمرنا بحسن تربية أبنائنا فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا فعل أمر من وقى يقي، معناه ربوا أبناءكم، فإذا كان الأمر من الله عز وجل فهو فرض. لذلك أول ملحوظة يجب أن ننتبه إليها أن تربيتك لأبنائك وحسن تربيتك لأبنائك ليس أمرا نافلة وليس أمرا زينة، وإنما هو فرض عليك. فرض يعني معناه تؤجر إن فعلته، وتأثم وتقع في الذنب إن قصرت فيه. الأمر الثاني المهم أن تربية الأبناء علم وليس خبط عشواء. ليس معنى أن يتزوج الإنسان أن يكون خبيرا تربويا، وإذا كان الأمر علما فيجب أن تتعلمه. فمن أول حقوق الأبناء على آبائهم أن يجب على الأب والأم أن يتعلموا وأن يتدارسوا كيف يربوا أبناءهم، لا يعتمدون على الخبرات فقط وإنما علم ومدارسة. وإلا فما شأن كليات التربية في الجامعات العالمية لا المصرية فقط؟ القسم التربية وتربية الطفولة هذا من أكبر التخصصات على مستوى العالم. تربيتك لأبنائك عليها أكبر أجر، كما أشار أستاذنا وكما أشار مذيعنا الفصيح البليغ إلى ذلك. حينما أنت تحسن تربية أبنائك فأنت تؤجر أجرا كبيرا عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في ذلك أمرا في غاية الخطورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد الصالح لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا. أنا أريدك أن تتخيل معي الإنسان في الجنة، خلاص خلص الحساب وانتهى من الحساب وكل شيء، وهو قاعد في الجنة فجأة قالت له الملائكة: لقد ارتفعت منزلة. فيقول: أنى لي هذا، أنا خلاص خلصت الحساب. فيقال: باستغفار ولدك لك. لذلك من أفضل العبادات تربية الأبناء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. من حقوق الأبناء على الآباء كما أشار أساتذتنا الأفاضل، لكن هذه الحقوق كثيرة جدا، لكن أريد أن أعرج على أمور في غاية الخطورة. أولها الإنفاق من المال الحلال. كلما سقى الإنسان زرعه ماء طيبا كلما كان الزرع طيبا، وكلما سقى الإنسان زرعه ماء آسنا كان زرعه فاسدا. فاسق أبناءك من مال حلال. كانت الأمهات في سلفنا الصالح يقفن عند الباب لأزواجهن عند خروجه إلى العمل فيقولن له: يا رجل اتق الله فينا فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. لذلك من أول الحقوق أن تطعم أبناءك من مال حلال. الإنفاق على الأسرة والإنفاق على أبنائك هذا تؤجر عليه أجرا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن إطعامك لنفسك عليك صدقة، وإطعامك لأهلك صدقة. إطعامك لأبنائك صدقة، خير درهم ينفقه المرء على أهل بيته.
إذا كان هذا المال من مصدر حلال. لذلك من آكد وأهم حقوق الأبناء على آبائهم أن يطعمهم أبوهم من مال حلال. الإمام البخاري، وكلنا نعرف الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، أبوه إسماعيل، هو محمد ابن إسماعيل البخاري. لما حضرت الوفاة إسماعيل أبا الإمام البخاري، وجد ابنته تبكي، وأنا أريدك أن تتخيل معي المشهد. سكرات الموت نزل على إسماعيل، فرأى ابنته تبكي، فقال لها: أي بنية، ما يبكيك؟ فقالت: أبكي على فراقك. فقال لها: ما يبكيك؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. لذلك رزقه الله البركة أن رزقه الإمام البخاري الذي يترضى عنه آلاف العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك الأمثلة على ذلك كثيرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان في عسس الليل ذات مرة مع أسلم، فسمع وهو واقف عند جدار امرأة تقول لابنتها: أي بنية، اذهبي إلى هذا اللبن فاخلطيه بالماء. فقالت البنت لأمها: يا أماه، أما علمت ما كان من أمر أمير المؤمنين؟ لقد نادى منادي أمير المؤمنين اليوم وقال: لا يخلطن أحد الماء باللبن. فقالت لها أمها: وأين أمير المؤمنين؟ وأين منادي أمير المؤمنين؟ فقالت البنت لأمها: والله لا أطيعه في العلن وأعصيه في السر. سمع أمير المؤمنين ذلك، ففي الصباح قال لأسلم: اذهب فاعلم من القائلة ومن المقول لها ومن المقول لها. فذهب فعلم أنهما أن البنت أيم، يعني غير متزوجة، وليس عندهم رجل ولا بعل يتعولهما. فذهب أمير المؤمنين عمر إلى أبنائه وقال لهم: من يريد منكم أن يتزوج؟ فكل واحد متجوز إلا ابنه عاصم. قال: أنا يا أبي. فقال: إذن فلتتزوج هذه البنت. تزوج هذه البنت. تعرفون من أنجبت؟ أنجبت بنتاً، وهذه البنت أنجبت عمر بن عبد العزيز. المال الحلال. في المقابل يحكي بعض الدعاة فيقول: كان هناك رجل غني من أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء. هذا الرجل جمع من المال كثيراً، وعاش أبناؤه في أكبر بزخ، أدخل أبناءه أعلى المدارس والجامعات الخاصة، وسافروا كل البلدان إلى آخره. يقول هذا الرجل الذي الغني، يقول: كنت لا أفرق في مالي بين الحلال والحرام، كان ما يهمني أن أجمع المال فقط. يقول: فمرت الأيام وأصبت بمرض عضال، ومعه طلبت من أحد أبنائي أن أحرر له توكيلاً للإجراءات المالية. يقول: فبالتوكيل باع كل ممتلكاتي لنفسه ولأبنائه ولإخوانه بالتواطؤ معهم. إنه المال الحرام. لذلك يا أحبة، من آكد وأهم وأول حقوق أبنائك أن تطعمهم حلالاً. كذلك من حقوق الأبناء على آبائهم أن يعلموهم الإيمان، ودي نقطة مهمة جدا، لأن المادية طغت على أكثرنا. يقول سيدنا جندب بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان
ونحن فتيان حزاورة، كان يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. اهتم بالجانب الإيماني عند ابنك، علمه أن الله يراقبه، أن الله يراه، أن الله حفيظ. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ لغلام صغير: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الآن أصبح الاهتمام بالجانب الإيماني عند الأطفال وعند الفتيان والغلمان أصبح للأسف نادرا. لذلك من حق ابنك أن تهتم بالجانب الإيماني عنده. كذلك من حق ابنك أن تتعامل معه برفق وبلين. ما كان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم حين يصفه سيدنا أنس يقول: ما رأيت ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حق ابنك أن تلين معه، أن ترفق به في كل أموره، لا أن تتعامل معه بغلظة وبعنف. فإن التربية بالمحبة تأتي ثمارها، تأتي أو يؤتى ثمارها أفضل وأعظم من التربية بالعنف. من حق الأبناء على آبائهم، وهي من الحقوق المهمة، أن يعلموهم صغارا كما أشار إلى ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور. ولا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، لأن الحقوق كثيرة جدا جدا جدا، لا يسع مقام واحد أن يسردها، لكن نسأل الله عز وجل في عليائه أن يربي أبناءنا وأن يعيننا على تربيتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور محمد صالح الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة المنيا على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء، والذي يأتي بعنوان حق الأبناء. إن كل إنسان مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، وإن مما يسأل عنه المرء أمام الله عز وجل تربية أبنائه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والآن نرفع أكف الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل مع المبتهل الشيخ إسلام السرساوي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا عفوك ورضاك يا رب يا طيب قلبي إذا ذكرت الله.
وضراعة وتحن كل جوارحي لضياه. الله تجري باللسان حروفها، الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي تشتهي لقياه. ألف تشق الكون في إشراقها وتفيض فرحا في الورى مسرا. وتبث في قلب الجماد ضياءه. لام تمث الخلق من أسرارها وزل الوجود. من الذي يرعاه؟ من هو؟ وسل الوجود. من الذي يرعاه؟ والهاء لحن من نشيد ساحر. والهاء لحن من نشيد ساحر يشفي العليلة، يشفي العليلة إذا الطبيب عصاه. لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العليا ندي ونشهد. لك أنت وحدك يا ولذاتك العليا ندي ونشهد. بك نستعين فأنت عون من ارتجى. نحن العباد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد.
سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضا سوى نصيبك راضيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضا تعطيك الثدي اليمن تقبل شاكرا. تعطيك الثدي أخيك ترفض أبيا. عجبا لطفل عجبا لطفل عجبا لطفل كان في إرضائي حكما لمرضعة لديه وقاضيا. سيدي يا رسول الله غالي أنت غالي يا رسول الله. لو تنظر لحالي ارضى عني الله. غالي أنت غالي يا رسول. لو تنظر لحالي ارضى عني الله. غالي أنت غالي. لو تنظر لحالي ارضى عني الله. سيدنا النبي حنين سهليك دولين. 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 بين يا زين بين حسن رسول الله. غالي أنت غالي يا رسول. لو تنظر لحالي ارضى عني الله. غالي أنت غالي يا رسول. لو تنظر لحالي ارضى عني الله. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد. 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 كل الأمم تشهد إنك رسول الله. غالي أنت غالي الله. لو تنظر لحالي يرضى عني الله. غالي أنت. لو تنظر لحالي يرضى عني الله. نبي الهدى صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ إسلام السرساوي نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نقلناه لكم من مسجد الحمد ضمن الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بهذا البيت العامر. كان هذا اللقاء تحت عنوان حقوق الأبناء. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة الدكتور محمد صالح الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، وإلى القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وإلى المبتهل الشيخ إسلام السرساوي، وإلى علماء وأئمة وزارة الأوقاف. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.